دكتورة هالة، يعني هسأل حضرتك على بعض الجمل أو العبارات اللي بنرددها كثيرا هذه الأيام وقد لا يكون عندنا معرفة كاملة بها. فمثلا بنتكلم كثير عن الانبعاثات المدمرة للغلاف الجوي، بمعنى إيه؟ دي حاجة بقى أكثر فنية لل يعني عامة للاقتصاديين الحقيقة. أنا بتكلم عنها الحقيقة كشيء مؤثر على الاقتصاد وعلى البيئة. تمام، هو يبقى نقدر نقول انه لما بيبقى فيه الانبعاثات بتاعت الغازات الدفيئه او الغازات اللي هي بتاثر على التغيرات المناخيه، الفكره ان الدنيا هتبقى اكثر حراره، يعني انبعاثات ثاني اكسيد الكربون بتخلي انه الاحساس بالحراره بيزيد او التغيرات المناخيه. وبكده حتى حضرتك اكيد تسمعي كتير عن فكره انه عايزين نخلي مستوى انبعاثات بشكل ان درجات الحراره ما تزيدش اكتر من 1.5 درجه مئويه. تمام. عن ما هي موجوده حاليا، ويمكن ده كان سؤالي التاني برضه. يعني ايه درجه حراره الارض يجب ان لا تزيد او ترتفع عن 1.5%، بمعنى ايه؟ بمعنى انه دلوقتي هي فكره التغيرات المناخيه، احنا نفسنا بنشوف حاجات غريبه، يعني السنه دي كانت مثلا من اكثر السنين جفاف حتى في اوروبا، ووصلت درجات الحراره ل 40 درجه مئويه على سبيل المثال، وده خلى ان في ناس كثيره تاثرت سواء بالوفاه او بالمرض بسبب الحراره. فلما يكون واحنا عندنا كمان يعني احنا بنعاني من فقر المياه في الاساس، فلما يبقى في درجه حراره مرتفعه اكتر هيبقى هتشتد هذه المشاكل، هيصعب مثلا حتى لو بنبص على المنطقه العربيه بشكل عام هيصعب العمل، لانه لما الجو هيبقى شديد الحراره هتبقى الناس اصعب ان هي تشتغل، خصوصا الناس اللي بتشتغل في الزراعه على سبيل المثال، في التشييد، في غيره، اللي هم ما بيبقوش قاعدين في التكييف طول اليوم، دول هتبقى الانتاجيه بتاعتهم هتتاثر لو درجات الحراره ارتفعت اكتر من ما هي عليه. طب احنا بنتكلم عن درجه حراره الكره الارضيه بالظبط. يعني ايه اكتر حاجه بتاثر فيها؟ ما الذي جعلها ترتفع؟ اللي هي الانبعاثات بتاعه ثاني اكسيد. ومن اين تاتي الانبعاثات او اهمها؟ دي بتاتي من النشاط الاقتصادي بشكل عام، حرق البنزين مثلا، البترول. عشان كده دايما بنتكلم على الطاقه النظيفه، انه الواحد يعني يستبدل في طاقات ملوثه تستبدل البترول بالهيدروجين الاخضر على سبيل المثال، يستبدل بالطاقه الشمسيه، طاقة الرياح، طاقة اللي بتيجي من اللي بتولد من المياه، دي ما بيبقاش فيها انبعاثات كبيرة، يعني دي بتسمى بالطاقة الخضراء لأنها لا تلوث البيئة. فده مهم انه يعني يبقى في نشاط اقتصادي ولكن بشكل يكون اكثر اخضرارا، وعشان كده دايما بنتكلم على التحول الى الاقتصاد الاخضر وتحديات التمويل اللي بتقابل خصوصا الدول النامية من اجل التحول الى الاقتصاد الاخضر، ومش فقط لانه في تقليل الانبعاثات، لان خليني اقول حضرتك انه يعني مصر على سبيل المثال انبعاثاتها صغيره جدا، ما بتعداش 0.5% من انبعاثات العالم كله، لكن احنا هنبقى من المناطق الاكثر تاثرا وتضررا. طب من يعني اكثر مناطق العالم بها هذه الانبعاثات فين؟ يعني في الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، أوروبا، هم يعني الدول الصناعية الكبيرة هي الأكثر الدول تلويثا للبيئة الحقيقة. فبالتالي ما هو ده دايما بيبقى انه وهم السبب ان احنا يعني زي يكون الغلاف الجوي حضرتك اتكلمتي عليه انه عنده طاقة استيعابية،
الحيويه، ففي حصل تلوث كتير بحيث انه يعني بيخلي انه ما نقدرش نستمر في ان احنا نلوث اكتر من كده، لان ده هيسبب ان الدنيا هتحرر اكتر واكتر.